السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم وكيف تسير أموركم؟ أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. كيف الجو في منطقتكم؟ وأما هنا الجو معتدل، ليس حارا وليس باردا. إن شاء الله بعد قليل سنقوم بزيارة أقاربنا في منطقة أو في مدينة كثيرة و مدن أخرى إن شاء الله. مررنا بهذا المسجد، المسجد المحمدي في كوتبارو، يعني أكبر مسجد في هذه الولاية، وتوقفنا أمام هذا الكشك، بيع، يعني هذا الكشك بيع ماذا؟ لبن. هذا اللبن من أستاذ راشد، أستاذي رحمه الله تعالى، وهو مشهور جدا. هذا اللبن، نعم، اشترينا. من تذوق هذا اللبن فإنه عرف أن طعمه لذيذ جدا. ما شاء الله، الحمد لله. من زار هذا المكان من قبل فهل أنتم تعرفون اسم هذا المكان أو هذه الساحة؟ إنها مشهورة جدا لماذا؟ للسياح. لذلك توقفنا قليلا لالتقاط بعض الصور التذكارية. مررنا بهذه المدرسة، هذه مدرستي الابتدائية. دعوني أريكم ماذا؟ الشارع التي كنت أذهب إلى المدرسة ماشيا. إنما كنت في السنة الأولى في المدرسة الابتدائية، كنت أمشي من خلال هذا الشارع، هذا الشارع الصغير. تذكرت، انظر هناك، ذلك بيت صديقي حفيزي، كان بيته. إن لم أخطئ هذا البيت بيت جده. ما شاء الله، ما أحلى الذكريات. منذ سنوات طويلة، قد تكون 20 سنة أو أكثر منها، لم أزر هذه القرية. تخيلوا كيف مشيت من هذا الشارع وأنا صغير جدا، يعني في السنة الأولى، تخيل أنا وحدي. هنا ماذا؟ كيش لبيع ميتشلو. الناسي أي. ما شاء الله، أدوه يا الله. خلفي الآن بيت أبيض كبير لصديقي عز الدين، وتذكرت قبل امتحان الـ SPM بقيت أنا وأصدقائي في هذا البيت لمراجعة الدروس، ولكن لست متأكدا هل أنه مسكون أم محجور الآن.
هذه القرية كمبوم وقف شيء كنت أترعرع فيه ونعم هذه القرية مشهورة جدا فيها سوق كبير أو سوق كبيرة نحن نقول باسر وكتئي كذلك هناك كثير من السياح سيزور هذه السوق وهي تقع يعني خلف هذه المتاجر وأنا أيضا كنت أعمل بعد SPM في إحدى محطة البنزين هناك شيل انظر هناك شيل أيوة الحمد لله وصلنا إلى المحطة الأولى هذا البيت هذا بيت عمي ولكنه قد توفي منذ سنة قليلة يعني العم أخو الأب هذه زوجة عمي يبدو أن وزنها منخفض لعلها مريضة شفاها الله شفاعا عاجلا الحمد لله وصلنا إلى بيت خالتي الخالة يعني أخت العم هناك في خلفي وهذه الطيور توضع في أقفاص هذا نقول قفص قفص جمعه أقفاص الآن وصلنا إلى بيت الثالث بيت عمي في قرية وقفشئية إن شاء الله سيكون هذا البيت يعني آخر المطاف لهذا اليوم الحمد لله وصلت إلى بيتنا والآن الساعة 10:15 ورغم أننا نشعر بالتعب ولكننا مسرور جدا برحلتنا وزيارتنا هذا اليوم وبهذا نكون قد انتهينا من هذا اللقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته